أن توكل شخصا يذبح لك ذبيحة أضحية في بلدة أخرى جائز، لكن سيفوتك قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، سيفوتك إظهار الشعيرة. ثانيا أيضا أن مثل هذه الأشياء الأمناء قليلون، يعني في واحد من هؤلاء الناس مثلا يشتري لنفسه زريبة ويضع فيها 2000 شاة، وأنت توكله في الذبح عنك، هو يشتري من نفسه، يعني هو وكيل عنك في الشراء وهو الذي يبيع لك. فالأمانات في هذا الباب فيها قل من هو أمين في هذا الباب، وكم من شخص منهم أصبح سريا جدا على حساب الناس، ويستجيز أن يقول أنا أشتري له وأبيع له، يعني تتوكله في الشراء يشتري من نفسه، وهذه فيها خلل شرعي، يشتري نفسه بالسعر الذي يرتضيه هو وليس ثم رقيب. حضرتك هو الشخص اللي احنا بنشتري منه ده هو عنده مزرعة هناك واحنا عارفين ان احنا بنشتريها منه. انا اسألك سؤال يا اختي اسمعي. اتفضل. الرجل هذا يبيع لك. أيوه. هو الوكيل عنك وهو الوكيل هو البائع. ايوه. اليست النفس امارة بالسوء؟ اليس من الممكن ان يبيع لك الشاة وهو سيستحل ذلك يقول بيع الشاة التي هي ب500، اليس من الممكن ان يبيعها لك ب1000؟ والله هو بيبيعها ارخص من اي حته موجوده. انت زوجته ولا ايه؟ بس قولي لنا بس الموضوع. نعم. انت زوجته؟ لا والله ابدا، بس انا بذبح معاه كل سنه. والله انا لا يعني لا بد ان ابين الاحترازات، وبعد ذلك انت بالخيار، انا ليس معي سيف اجبرك على شيء معين. انا بقول اصلا احنا نفتح والجزارين بيستغلونا في العيد ويبقى زب غالي علينا وعايزين نعمل اضحيه ومش عارفين. هل تظني انك اذا دفعت مالا اكثر ستخسرين امام الله او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى؟ طب ولو كانت الميزانيه مسامحه يعني ده حد خلاص انا قلت لك من ناحيه الجواز جائز يا اختي الله يسلمك، بس لكن انت تكوني في مأمن اذا ذبحت هنا واكلت منه واطعمت البائس الفقير واهديت لجيرانك احسن، لكن الآخر جائز إذا كان أمينا. بس شكرا لكم الله.